سمعنا آيات صار لها فترة هنا. نعم. ما تعرفون أهلها وين؟ لا جابوها يعني متسولة. جابوها متسولة. منو جابها؟ من كربلاء. منو جابها؟ جابوها عن طريق الشرطة. شلون عرفتوا سمع آيات؟ يعني وياها أوليات يعني شيء. أكو مستمسك أكو شيء. يعني شلون أهل مثل شلون يعني مثل شرطة المنطقة هيك في الشيء احتمال يسموها آيات 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 أكيد يعرفون هي آيات. بس ما حد يجي لها. لا ما حد يجي. ولا حد يعرف. ولا حد يعرف. زين هسه شنو بيها؟ آيات صار عندها التهاب الأذن الوسطى. نعم. ويعني شوية صار التهاب كلش قوي. احنا ما جزنا منها الله شاهد يعني. ما جزنا منها بس هو تطور يعني. العفو قامت اذنها تطلع حراج. فحولناها الى المستشفيات وسووا لها عملية. سووا لها عملية. هسه شلون صارت؟ لا الحمد لله نعم على العلاج والضماد والانتيبايتك نعمة. بس احنا لحد الان هسه ما نعرف اسمها حقيقي ولا نعرف عمرها الحقيقي. كل اشياء تقريبية وافتراضية. اي احنا هو من جابوها قال اسمها آيات. صار لها 5 سنين هنا. اي تقريبا 4-5 هيك. شلون هيك آيات؟ هي ما تحكي؟ لا هي تحكي تقول عمو عمو من جابك عمو وين ابوك عمو يعني بابا كلها. بابا موجود؟ اه. وين بابا؟ اه. بابا مات؟ اه. ماما وين؟ هناك. هناك؟ اه. عندك اخوان؟ اه. عندك خوات؟ بنات لو ولد؟ اه. بنات ولد؟ اه. اثنين؟ ايه كله ايه. كان بيتكم وين ببغداد لو كربلة؟ كربلة. كربلة؟ كربلة ايه. كربلة. ومن جابك هنا؟ ابوي. ابوش للشرطة؟ عمو. عمو. بكت من خلال برنامجنا اكو احد من اقاربها يقدر يوصل لها يبحث عنها. ايات هي موجودة هنا. احنا ما نعرف اسمها الحقيقي هو ايات او لا. بس هي موجودة هنا. بمستشفى الرشاد للاضطرابات العقلية. من هي الوردة؟